مرحبا شباب، هلا، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، ألف عافية وصحة. اليوم قناة جديدة خاصة بالتهكير الألعاب، جميع أنواع الألعاب الأندرويد مهكرة. يعني أي لعبة بدك إياها تكون عندها مثلا جواهر أو فلوس أو شي ثمين راح تتهكر فقط بهذا التطبيق، هذا هابي مود. وهذا التطبيق هابي مود يمكنك تجبره في جوجل، يعني لازم تدخل متجر جوجل، ليس متجر بلاي لأنه غير موجود، وبتكتبون هابي مود وبظهر لكم هاد الشاشة، يعني مثل هيدا مثل هكذا، وتضغطون على ثالث خيار المهم على رصيد الانترنت مشغل عندي قوي، انتم تحملونها، اكتبوا اضغطوا على احدث نسخة وبعدين اضغطوا على تنزيل ويبدأ البرنامج يتنزل، وعندما يتنزل البرنامج لازم تدخل عليه. وعندما تدخل عليه تكبس هون وتبحث عن لعبة، أي لعبة بدك إياها، فقط اكتب اسمها. أنا عندي هاد اللعبة غادي نهكرها، رويام وارس، فقط اكتب الحرف الأول رويام وارس، تضغطون على كبسة راح ارجع لكم بعدما اوعد لكم. ها هي اللعبة، تضغط عليها، هاي جميع هاي مدفوعة حسب الأموال اللي بدك إياها، حسب النوع خيار بدك، يعني أي مكان ضغطت عليه ستجدها مهكرة. اضغط على هذا الخيار مود تيليميدي موني، يعني فلوس فلوس وجواهر باختصار مهكرة. لما تضغط عليها تكبس تيليشارجي، تعمل كونتيني وتبدأ تحمل، يعني تنزل. انا صراحة ما بدي نزلها لانني اصلا منزلها، وعندما يخلص التنزيل يعني يوصل 100% تخرجون تدخلون على اللعبة. وتضغطون وتجبرهم مهكرة بهذا الشكل، وإذا ما وجدتهم مهكرة بهذا الشيء، مثلا وجدتم 100 200 جوهرة، ما عليكم فقط ضغط هنا وأور واذهبوا إلى مكان 100 الجوهرة واضغطوا كده ضغطات، وبعدين 300 و3000 وانتم وهكذا ماشي. أيوة باي، إن شاء الله يكون عجبكم كلامي، إن شاء الله يكون عجبكم طريقة شرح كيف تهكير لعبة كينغدوم فورس، يعني مو
غير لعبة كينغدوم هارتس يمكنك تهكرها. يعني جميع أنواع الألعاب، فقط اكتب اسمها على هابي مود وقم بتنزيلها. يعني فكر بدماغك وراح تهكرها. يلا سلام.